الغرب. والحقيقة عمل طفرة رهيبة جدا. أول مرة يدخل الإسلام السياسي تركيا كان في الستينيات مع نجم الدين أربكان اللي هو كان تلميذ من تلامذة حسن البنا، واللي هو أسس حزب إسلامي وكان هو نسخة أخرى من الإخوان المسلمين، كأنه فرع الإخوان في تركيا. وبعدين ما لقاش صدى، اصطدم بالدولة واصطدم بالناس. عمل الحزب الثاني بتاعه مرة رفاه ومرة فضيلة ومرة الفضيلة عند الفضيلة.